أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تصح الصلاة خلف عباد القبور مع أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لا تصح، لأن عبادتهم للقبور تبطل قولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليس كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يكون مسلما حتى يستقيم عليها، حتى يستقيم عليها ويتجنب نواقض الإسلام. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.